السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الكرام، سنبدأ إن شاء الله اليوم بأول درس عملي كما قلنا. طبعا الدرس قلنا هنقسمه إلى يعني الكورس هنقسمه إلى 2 جزئين، اللي هو جزء يتعلق بجانب الخادم اللي هو هنبدأ بينه اليوم بأعداد البيئة الخاصة اللي بينه. فهذا الجزء طبعا نمشي على هذا المخطط هنا. فبالبداية كما في هذه راح نشرحها خطوة خطوة، فقط ركز عليها. راح نعمل هذا كله حاليا، راح ننزل الخادم المحلي واللي بينه MySQL، وبعدين نصب او نثبت المايكرو فريم ورك اللي هو سليم، اللي هو خاص بعمل IPI، هو فريم ورك اللي يعمل على لغة PHP. فتابع معاي خطوة بخطوة لان هذا مهم، لان الشروحات علينا كثير قليلة، يعني نادر ما تلقي شرح واضح انه يشرح لك انه شلون تثبت بيئة سلم تشتغل عليها. فانتبه رجاء على هذا الفيديو. اول مرة كما في هذا الشكل راح ننزل السيرفر المحلي XAMPP خادم محلي، هذا هو كما قلنا. نجي على جوجل، فقط اكتب XAMPP، سهل جدا، مباشرة حيظهر لك المكان. تجي هنا، هذا هو الموقع، تجي الى داونلود، انتظر قليلا نحمل. هنا عندك الخيارات ان هذا يدعم الاصدار الـ PHP الخمسة، الاصدار الخامس من PHP، الاخر يدعم الاصدار السابع، وهذا اللي يدعم الاصدار الاخير ايضا 7.1.7 من PHP. فالافضل انك تنزل الاخير، طبعا سهل جدا تنزيله، فقط تضغط على هذه هو راح ينزل لك مباشرة عندك. فانا منزله عندي لين يطول. شوف هنا برنامج حجمه اعتقد 124 ميجا، فانا منزله عندي راح فقط انصبه. فحاليا اذا ينزل عندك راح يكون، شوف وين نزل، بالداونلود او على الشاشة او وين ما كان. فهو هذا البرنامج، تضغط دبل كليك عليه وتنصبه. هذا ماذا يفعل؟ هذا يفعل يعني يكون يجعل جزء من حاسوبك عبارة عن خادم محلي، واضح؟ حاليا فقط نيكست، هاي تخليها مثل ما هي نيكست. يقول لك راح يتنصب بسي XAMPP، تقول له نعم، هي كلها نيكست نيكست، يعني ما بيها اي شيء. فالآن انتظر، راح أوقف الفيديو قليلا حتى بس يكمل. طبعا هو حاليا هذا راح يعمل لك جزء من الحاسوب مالك يكون عبارة عن خادم، يعني بدل ما انت تجرب التطبيق ال IPI اللي راح تعمله، اما كان ما تجربه تعمل له تيست على مباشرة على الانترنت، هذا يسهل لك هي يعمل لك هي جزء من الحاسوب عبارة عن خادم. فأي ملفات راح تضعها على هذا الجزء من الحاسوب من الحاسبة مالك اللي داخل الـ XAMPP، راح يكون هذا الملف كأنه وضعته داخل السيرفر، فلهذا ممكن تصل إلينه من داخل الحاسوب، أو حتى إذا تربطه بالموبايل بعدين تصل إلينه من داخل الموبايل. ونفس الشيء طبعا الملفات اللي تعملها نفسها باللوكال هوست، بعدين من تكمل شغلك كله ممكن ترفعها على أي استضافة مجانية أو مدفوعة على الإنترنت. نفس الشيء، فقط اللي يتغير هو الـ IP أو الموقع، يعني يعني مثلا اذا انت عملته على ربطته بالموبايل على الاي بي المحلي، على الاي بي من الحاسوب مالك المحلي، فقط راح تتغير انه تجعل المكان الاي بي مالك راح يكون على الانترنت، الموقع اللي هو، شوف اي موقع راح يعطيك الرابط والموقع. فالشغلة سهلة، يعني ما بي اي شيء، مجرد تعمله هون وبعدين ترفعه. من تعلمت تعمله على اللوكال هوست راح تعرف مباشرة شو تعمله على الرفع على الانترنت يعني. حاليا فقط ركز معاي وراح تفهم. فقط ننتظر قليلا حتى يكمل. سهل جدا، فقط نزلنا البرنامج بسهولة، هو مجاني طبعا. الآن اكتمل، فقط نضغط على finish. هنا يقول لك do you want to start the control panel now؟ انا ما راح اشغله حاليا لان حتى اعلمك من شغل انت، فتقول له فنش وانتهى. الان اين تاتي على النظام كما انت انت وين وضعته؟ احنا عندما وضعناه في السي،
فتجي على السي اكس اي ام بي بي، وايضا اصلا هو يجي هون يعني مباشرة الا اذا انت غيرت المكان. فهذا عندك حاليا. اذا تريد تشغل السيرفر حاليا، السيرفر مطفي، انت كل ما تشغل الحاسبة تطفيها لازم تشغل السيرفر من جديد. فتجي الى هنا بالنهاية اكس اي ام بي بي كنترول، تضغط عليها، قول له سيف علينا اول مرة، هيظهر لك الكنترول بانل التحكم. شوف هنا يقول لك شغل الخادم اباتشي، شغل الماي اس كيو ال، لان الماي اس كيو ال نزل معانا مباشرة، انت من نزلت السيرفر راح ينزل معانا قاعدة بيانات. فهي شغلناها ونشغل هاي ايضا فقط. الان اشتغلوا، الان نخرج منه، الان صار عندك سيرفر انت. كيف تصل لهذا السيرفر؟ طبعا الملفات هنا اذا تضعها على اتش تي دوكس هنا، اي شيء تضعه هنا ممكن تصل عليه مباشرة، يعتبر داخل السيرفر. يعني هذا باعتبار هذا الفولدر عندك ال اتش تي دوكس هو السيرفر، اي شيء تضعه داخل هذا الفولدر هو باعتبار كأنه وضعته على السيرفر. واضح؟ فحاليا اذا تريد تصل السيرفر كيف؟ مباشرة بسهولة، فقط هنا نمسح هاي، فقط لوكال هوست، قل له لوكال هوست راح ينقلك مباشرة الى السيرفر. تفوت تدخل على قاعدة البيانات، هتتعمل لك جداول، تضغط على PHP My Admin هنا، هذه قاعدة هذه يعني هي ال PHP My Admin. من داخلها ممكن تعمل قاعدة بيانات، تعمل جداول، كل شيء. فهنا تقول له نيو، هتعمل قاعدة بيانات جديدة، سميها اي اسم مثلا تيست، سميها قل له جريت. هون يقول لك التيست موجودة، نعمل غير اسم مثلا اي اسم مثلا اي بي اي، قل له جريت. الان ظهر عندك قاعدة بيانات، فيقول لك اعمل جدول داخل اذا تريد. حاليا اذا تجي قاعدة البيانات هنا، هاي اي بي اي صار اسمه، هاي قاعدة البيانات. جداول ممكن تعمل جدول من هنا مباشرة، نعمل جدول مثلا يوزرز، مثلا بينه أربعة يعني أربعة أعمدة، قل له جو. سهل جدا يعني، حتى ما يحتاج لغة السكيو ال تعرف هنا مباشرة انت تعملها بسهولة. راح نعمل له مثلا اي دي نضع بينه اول عمود، عمود الثاني نيم مثلا حتى المستخدمين يعني، عمود الثالث ايميل، والاخر باسورد. الاي دي نوعه انتجر لان رقم راح يكون. نتحول الى هنا نجعله اي اي يعني اوتو انجريسمنت، يعني حتى ينضاف مباشرة الاعداد 1 2 3 4، حتى كل ما تضيف اسم راح ينضاف من كيف هو بشكل متسلسل. فتضع له عاقب، راح يقول لك برايمري كي، قل له نعم جو، انتهى، راح يصير برايمري كي من هنا. فهذا صار مفتاح رئيسي. الان النيم، النيم وليس ارقام، ففار فار كار يعني فار كاركتر، فار كاركتر عفوا. فتضع له قيمة مثلا يعني ايش تريد طوله يكون، مثلا 30. الايميل ايضا فاركار ايضا 30 مثلا. الباسورد نفس الحالة 30 على سبيل المثال. الان انتهى عمل الجدول، تجي هنا تقول له سيف. حاليا عمل الجدول، تريد تدخل داخله بيانات، تجي الى انسيرت هنا، نضع شوف الاي دي واحد مثلا، طبعا بلا ما يتدخل انت، لان احنا عملنا له اي اي قلنا اوتو انجريسمنت، راح ينضاف مباشرة. فتقول له مثلا نيم اسامة، مثلا ايميل مثلا اسامة at gmail.com، باسورد مثلا 3 واحدات على سبيل المثال. هنا الاسم الاخر مثلا نضع اسم احمد مثلا، ايميل مثلا احمد @gmail.com، الباسورد 2 اثنينات مثلا. حاليا نقول له جو. الان دخل البيانات. اذا تريد تستعرض الجدول هيكليته on structure دوس راح يظهر لك. اذا تريد تستعرض البيانات اللي داخله تقول له براوس، فظهرت البيانات الاي دي 1 و2، عندنا النيم اسامه واحمد، الايميل كما تشاهدون، والباسورد.
فحاليا اذا تريد، اذا مثلا خرجنا من هوني نريد متجر نجي ندخل على قاعدة البيانات، كيف؟ تقول لوكال هوست فقط، تجي مرتبط بي اتش بي ماي ادمن. حاليا نشوف اسم قاعدة البيانات ما هي اللي عملناها، اي بي اي، من هنا تختار تدوس عليها، شوف يقول لك اكو جدول داخلها واحد اللي هو يوزر. اذا تريد تعمل جداول بعد نفس الشيء مثل ما ذيك الساعة عملناها، فقط تدخل اسم الجدول هنا وتقول له جو. فحاليا عندنا هذا الجدول يوزرز، تضغط عليه ويظهر لك البيانات داخله هنا، واضح؟ هسه حاليا ايش عملنا؟ عملنا الخطوة الأولى، هي خطوة مهمة جدا، اللي هي نزلنا الـ XAMPP Local Host واللي هي معاها الـ MySQL. حاليا نظل نصب الـ Framework اللي هو سليم. طبعا كما قلنا داخل الـ HTDoc هنا XAMPP HTDoc، هنا ايش ما نعمل اذا مثلا حابين نشتغل على لغة PHP فقط بدون سليم Framework، ممكن بس تضعون الملف، تعمل ملف PHP هنا وتشتغل عليه مباشرة، واضح؟ حاليا نجرب مثلا نعمل ملف PHP فقط بسيط، يعني عادي بالتكست فقط، اي ملف نسمينه تيست، دخله PHP هكذا تنكتب اكواد PHP عادة. طبعا انا ما هشرح PHP هنا، هذا الكورس ما له علاقة PHP، له علاقة بسليم فريم ورك اللي هو ايضا يعتمد على PHP، لكن انا ما راح اشرح المبادئ من PHP، انت اذا تعرف PHP او تريد تتعلمها بكيفك، لكن انا راح اشرح على سليم فريم ورك. حتى اذا انت ما تعرف PHP ممكن تتعلم سليم فريم ورك اسهل، لانه هو ايضا يعتمد على PHP، لكن اكيد افضل اذا انت كنت تعرف PHP. فحاليا فقط نطبع فقط للتجربة مثلا ايكو هيلو اسامة مثلا، فقط نضعها داخل سنتر حتى تكون بالوسط، هذا عادي كود بي اتش بي عادي، يعني هذا السنتر مال اتش تي ام ال، يعني البي اتش بي والاتش تي ام ال تتكامل. فقط اشي تعمله بي اتش بي، فقط راح تقول له سيف اس تيست، هنا دوت بي اتش بي لازم، هاي غيره حتى ليس تكست، يو تي اف 8 افضل، انتهى خزنان. حاليا هذا الملف بي اتش بي صار، شوف الامتداد ماله دوت بي اتش بي، وين صار موجود؟ موجود داخل ماي كمبيوتر، داخل السي اكس اي ام بي بي اتش تي دوك، يعني داخل السيرفر كما قلنا. حاليا كيف نصل له؟ تجي على المتصفح عادي تقول له لوكال هوست، اذا عندما قلنا لوكال هوست كانه قلت له هذا الاتش تي دوك، يعني وصل للسيرفر. فحاليا تريد تاخذ هذا الملف تيست، اذا مثلا داخل غير فولدر ممكن تدخل تكتب اسم الفولدر، مثلا تضعه داخل فولدر اخر مثلا، فقط اذا تعرف الفكره، يعني نسميه مثلا سيرفر على سبيل المثال. شوف التيست اللي عملناه نروح نضعه داخله، قول له كات داخل السيرفر، واضح؟ فحاليا ايش عندنا حتى نصله؟ اتش تي دوك قلنا لما نقول لوكال هوست كانه قلنا الاتش تي دوك، واضح؟ فحاليا هو داخل السيرفر، داخل ملف فولدر اسمه سيرفر، تقول لوكال هوست سيرفر، بعدين تقول له اسم الملف ال PHP اللي هو تيست دوت PHP، واضح؟ حاليا شوف طلع لك هلا أسامة طبعه وبالنص، هذه فقط تجربة حتى تتأكد انه السيرفر اشتغل، يعني هذا الملف التيست لو ما تخلينه داخل السيرفر ما ممكن يشغل، انت ال PHP ما تشتغل الا بجانب السيرفر، واضح؟ فهذا طبعا ممكن تستفاد منه حتى اذا انت تريد تعمل تستخدم لغة PHP، يعني سواء لعمل IPI لعمل مواقع الانترنت لاي شيء يعني، فممكن تستفاد من هذا الكورس ايضا، ليس فقط اذا كنت مطور اندرويد يعني. فحاليا كملنا الخطوة الاولى، اعتقد واضحة ان شاء الله، اللي هي هذول الاثنين. حاليا ننصب السليم، نثبت السليم كيف؟ شفنا جا اول مره تحميل اكس اي ام بي بي كملناها، بعدين لما تريد تثبت السليم الافضل اذا كنت تستخدم الويندوز، انا راح اشرح على الويندوز، انا استخدم ويندوز 7 فراح اشرح على هذه الطريقه، اللي يعني اللي يستخدم اللينكس راح تختلف معانا، لازم يدخل على الموقع يشغل طريقه، فلازم تثبتها عن طريق الكومبوزر. شيء اسمه كومبوزر، انت مالك علاقه، لا تدخل بالتعقيد نهائيا، تدخل على الكومبوزر المهم، هذا الرابط ماله
واضح. هذا الكومبوستر طبعا اذا ما يحتاج من وني، حتى اذا ما عرفت من وني الروابط راح انزلها كلها انا، لكن فقط هو سهل ممكن تلقينه بسهولة. فقط دو سليم، هو سليم فريم ورك، ظهر لك هنا سليم فريم ورك، واضح. هنا سليم فريم ورك يقول لك افضل طريقة تنصبه عن طريق الكومبوسر، فتقول له كومبوسر، شوف ظهرنا الكومبوسر هنا، تقول له داونلود. استشعر من لا تشعر الشغلة معقدة عليك، يعني الشغلة سهلة جدا. لان فقط تثبيت الكومبوسر عن طريق هذا الرابط، لكن احنا فقط علمتوك حتى شلون تدخل علينا يعني. فيقول لك انا عندما دخلنا علينا كما تشاهد من هنا داونلود، هنا تقول له كومبوسر سيت اب دوت اكس اي، فراح ننتظره على ما ينزل، يتحمل راح ينزل يعني قليل، الملف صغير جدا فقط 45 كيلو بايت. ننتظر قليلا فقط، الان نكمل، تقول له run. هنا يقول له developer mode next، هيقول لك راح ينزل هون السي كومبوزر، هذه الملفات هنا، فقط قل له next وما لك علاقة. هنا next عبو ما نستخدم بروكسي لاني وكيل، انتظر ثواني فقط قليلة. الآن فينيش، انتهى الكومبوسر. الآن كيف تعرف ان الكومبوسر ثبت؟ لأن ماكو الكومبوسر يعتمد على الكوماند لاين يعني، فتجي على CMD هنا فقط قول كومبوسر في كابيتال بهذه الطريقة. شوف هنا ظهر لك كومبوسر فيرجن 1.5.1، واضح. فإذا الآن كمل الكومبوسر، حاليا كمل الكومبوسر، نجي نشوف الخطوات بعد. ثبتنا الكومبوسر حاليا، فيقول لك هاي نفس الشيء ذكرتوها. بعدين نثبت سليم، ايش راح نثبت سليم؟ نثبت سليم عن طريق الكومبوسر، واضح. احنا ليش ثبتنا الكومبوسر اصلا؟ حتى نثبت سليم عن طريقه. فالشغلة سهلة جدا كما قلنا، فقط لإعادة ثبت الكومبوسر من هنا كما شرحنا قبل قليل. هاي طبعا احيانا اذا صار عندك مشاكل بيها تيجي على الفايربل environment variables وتغير هذا، تعملوكم composer path تعملوا هكذا اذا صارت مشاكل. اذا ما صارت مشاكل عادي يعني، المفروض يصير بدون اي مشاكل يعني. فثبت السليم مين من هنا، شوف هذا الرابط. تثبيت السليم كيف يكون؟ انظر الى الرابط، راح نرجع الى مرتلخ، هو هذا الرابط، لكن نرجع على الملف مالنا مرتلخ احسن. نعمل فولدر بالخادم، هاي قد اقول لك اسهل طريقة، فقط اطبعني مثل، فقط اعمل مثل ما قد اقول لك هسه وركز حتى تكون سهل جدا عليك. تعمل فولدر بالخادم نسميه فيندر في اي مكان نريد بالخادم. احنا كما قلنا عدنا بالخادم، كما قلنا الخادم هو هذا htdocs، عملنا مثلا فولدر اسمه سيرفر كما قلنا. هنا نعمل ملف فولدر اخر نسميه مثلا، ما مثلا لازم نسميه فيندر، واضح. فقط سمي فيندر. حاليا ايش تعمل؟ تذهب باللو عن طريق السي ام دي. احنا قلنا الكومبوسر، احنا ايش نعمل حاليا؟ نثبت السليم فريم ورك عن طريق الكومبوسر، واضح. فنجي عن طريق الكومبوسر ندخل الى المكان اللي وضعنا بينه الفندر، واضح. تجي على السي ام دي فقط مثل ما قد اعمل. المهم نجي سي دي، احنا وين وضعناه؟ وضعناه هنا في هذا المسار، فقط اعمل له كوبي بيست هذا المسار كوبي. شوف حاليا اين انتقل، xampp htdocs اللي هو السيرفر، الفولدر سيرفر اللي داخله وضعنا الفندر، واضح. فبي بهاي الطريقة.
حاليا هنا راح تنصب السلم. كيف تنصب السلم؟ فقط تكتب هذه composer require slim slim. هذه من جبناها؟ من الموقع مال سلم. شوف ادخل الى هنا سلم، شوف يقول لك تعداد التنصيب طريقة، فقط هذه الطريقة تكتب. نسخ هذه كوبي، وهي موجودة طبعا بالملف، راح انزل هذا الملف معها. نجي هنا نضعها هنا بيست، فقط هكذا. تقول له انتر، تنتظر قليلا حتى يتنصب. شوف راح يعمل لك هو الملفات كلها. فهسه واضح اشياء منه سهلة جدا يعني. انا انتظر فقط، خليها اي دقيقة، احنا قلنا ننتظر. فقط اول شيء نصبنا الاكس، ثبتنا الاكس اي ام بي بي، سهل جدا تثبيته. بعدين ثبتنا الكومبوسر عن طريق هذا الرابط هنا. بعد ما ثبتنا الكومبوسر عملنا فولدر داخل السيرفر سميناه نوفندر، وعن طريق السي ام دي الكوماند لاين كتبنا فقط سي دي المسار ماله اللي كتبنا بينه المسار مال الفولدر اللي داخله الفولدر الفندر. وداخل هذا المسار من هذه كتبنا هذه كومبوزر ريكواير سليم سليم 3.0. فالان يثبت، فالان ثبت وانتهى. حاليا خلصنا شغل السليم، ما دام ثبتته انتهت. هذا هو بس حاليا انتش عندك. شوف الملفات ثبتت من كيف هنا، واضح. طبعا الفيندر حتى لو ما نعمله ممكن احيانا المص عندي اللي عمله، لكن حتى ما نعمله شوف هي صارت من كيفه فقط في هذا المسار، لان احنا كتبنا بالمسار بالسي ام دي فجبت بهذا المسار كله. فحاليا اشلون اذا تريد تجرب، نجرب السليم اشتغل او لا. كيف تجي على الموقع مال السليم؟ نجي على جوجل، تكتب سليم هذا الموقع، تشوف هذا الكود هو خاص بالتجربة، فقط انسخه حتى تجرب. هو هذا كود بسليم معمول لغة بي اتش بي عن طريق سليم. فحتى تجرب فقط تيست اعمل لك هذا الكود. قلنا وين نخليه؟ نجيب السيرفر داخل السيرفر، هذا ملف تيست اللي عملناه نفسه اللي جربنا بينه. احذف هذه، خلي هاي الملفات. طبعا هذا الريكواير مهم، هاي كلها تكتبها مثل ما هي. هذه راح طبعا نشرحها بالدرس القادم، نبدي بسليم فعلا يعني. حاليا فقط البيئة قلنا، بس هذه مهمة هون. ريكواير فيندر اللي هي اي الفيندر اللي هو هذا. فالملف مالك انت هنا فقط قل له فيندر، اذا كان ملفك داخل فولدرات تختلف، فهنا المسار يعني يختلف. فهنا فيندر شوف داخله اكو ملف اسمه اوتولود، هذا لازم تاخذه عندك بالملف. اي ملف تعمله بسليم لازم بينه هذا require vendor autoload، واضح. وبعدين من عادي هذا ايش راح يعمل؟ هذا هذا عبارة عن اي بي اي معمول بسليم، لان هو سليم قلنا اكثر شيء من نعمل بينه اي بي ايات. فهذا عبارة عن اي بي اي بسيط نعمل بسليم، حتى نوعه جيت، واضح. فايش هسه راح نجربه؟ تجربه بايش؟ اكو عدة طرق حتى تجرب بيها الفريم الاي بي اي. الافضل اكو هذا برنامج بوستمان، حاليا ما قيه يشتغل ما اعرف السبب. اكو برنامج اخر طبعا ممكن تنزله، هذا سهل جدا من الانترنت من الجوجل، فقط تكتب بوستمان راح يظهر لك. واكو برنامج ايضا اسمه ريست اعتقد، عفوا فقط اسمه ادفانسد يمكن. مو مشكلة ندور علينا، موجود بالانترنت هسه ادور علينا. فقط اكتبوا لي موجود عندي، فقط راح نشغله يعني. جوجل فقط اكتب ادفانسد ريست اعتقد. شوف هذا ادفانسد ريست كلاينت، هو كروم ويب ستور. ايضا البوست مان موجود بنفس المكان، فهو موجود عندي، فلهذا راح يقول لي فقط شغله يعني، ما راح يقول لي ثبته. انت عندك اذا ما موجود راح يقول لك ثبته، لكن موجود عندي فقط راح يقول لي شوف لانش اب يعني، فقط يقول لي شغله هي موجود عندي، فضغطت عليه اشتغل. هذا هو
حاليا نجي علينا. احنا المسار مالنا وين؟ قلنا مسار هذا الملف اللي نريده وين؟ داخل اكس ام ال اي ام بي اتش تي دوكس اللي هو قلنا لوكال هوست باعتبار اللي هو السيرفر يعني، داخل فولدر اسمه سيرفر واضح، وبعدين الملف تي اس دوت بي اتش بي اللي هو هذا اللي بينه السليم كود، راح نكتب هنا لوكال هوست بعدين قلنا هذا اللوكال هوست باعتبار بعدين سيرفر بعدين هو الملف ts.php شوف بالسليم انت تقتمر الروابط هاي بعدين راح نشرحها، لكن فقط حتى نجرب هنا عمل جيت عمل رابط، شوف الرابط اللي يجي بعد كل شيء يعني بعد اسم الملف اللي هو ts.php، فهتقول له الرابط هلو ويقول لك ضع اي اسم هنا راح يطبع لك هلو والاسم واضح، هاي بعدين راح نشرحها بالسليم نبدي نشرح الاكواد، لكن هنا فقط حتى نجرب نقول له هلو اضع مثلا اسامة، طبعا هنا يحتاج HTTP واضح، احنا نوع يقول لك جيت لو بوست لو بوت لو اشني هم راح نشرحها بعدين، لكن هنا شوف هنا مكتوب جيت بالسليم فاذا جيت يعني احنا عملنا له جيت هنا، طبعا هاي معمولة هنا هنا هلو يعني ممكن تعمل اي شيء انت، ممكن نعملها تيست مثلا ايضا تيست نخزنه، فحاليا هاي تيست راح نعملها فقط رابط يعني، فحاليا نعملها جيت كما قلنا جيت قول له سيند شوف ظهر هلو اسامة يعني وضعنا اسامة، اذا نضع مثلا احمد قول له سيند يظهر لك هلا واحمد، مو ظهرت لك هذه جربتها يعني انت كملت شغلك كله حاليا البيئه يعني نصبت الفول نصبت اللوكال هوست ثبتت اللوكال هوست وثبتت سليم فريم ورك، ما دام جربت هذا واشتغلت الى هنا اذا انت كملت شغلك واضح، فحاليا فقط نعيد الخطوات بسرعه اعتقد واضحة ان شاء الله المفروض تكون واضحة يعني، بالبداية حملنا الـ XIMPP فقط بعدين ثبتنا الكومبوزر عن طريق هذا الرابط، هنا هذا فقط حتى نجرب ان الكومبوزر يعمل تعمل هذه تكتب بالـ CMD command line بعدين ثبت السليم فريم ورك، مين ثبته؟ هذا الرابط فقط بينه هاي الكلمة يعني ايش نثبته؟ قلنا تعمل فولدر اسمه فيندر او حتى ما يحتاج تعمله، شوف كما رأينا ما يحتاج عملنا له يعني، فقط تجي على المكان عن طريق الكومبوستر تجي فقط عن طريق السي ام دي تقول سي دي الى المكان اللي بيها السيرفر اللي بيها الخادم، فسي اكس ام بي بي اتش تي دوكس بعدين احنا عملنا فولدر اسمه سيرفر واضح؟ فعندما جيت هذا المسار هنا وصلت المسار فقط تكتب هذه تاخذها كوبي بيست من هنا او من الموقع، هي هاي طريقة تثبيت السليم فقط تضغط عليها هذه تكتبها هكذا هنا وتضغط انتر وتنثبت وانتهى خلصنا شغلنا كله، بعدين تستخدم محرر اكواد بي اتش بي اكو محررات مثل اتوم احنا جربناها فقط هنا على عادي محرر نصوص عادي اللي هو الوورد باد ممكن تعمل على هذا، لكن الافضل بي اتش بي تعمل على ايش اسمه على محرر اكواد خاص بالبي اتش بي مثل اتوم، واكو عدة محررات طبعا دريم ويفر اكو نوت باد كثير اكو، لكن الاتوم خفيف وسهل ومجاني انا راح استخدمه ان شاء الله بالدروس البقية، بعدين طبعا قلنا داخل الملف كما قلنا هنا نستدعي الملفات المطلوبة من فيندر، فهنا كما رأيت استدعينا قلنا ريكواير هاي طريقة الاستدعاء بالبي اتش بي ريكواير فيندر اوتولود استدعينا الاوتولود، راح نشرح هاي الاكواد كلها ان شاء الله وراح نعمل اي بي اي حقيقي ان شاء الله الدرس القادم، فقط ركز معاي وانتبه اتمنى يكون الشرح واضح، لا تنسون الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.